بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لحكام آل سعود الخونة الفاشلين العملاء للصهيونية، نقول لهم والله لن تمحوا ذكرنا، والله لن تسكتوا صوتنا. قتلتم الشهيد الصدر الأول، وقتلتم الشهيد الصدر الثاني، وقتلتم مئات العلماء، وقتلتم آلاف الشباب من شيعة أمير المؤمنين، ولن يسكت. قتلتم إمامنا الإمام الحسين، وكانت ثورة، دمه ثورة، وسيكون دم الشهيد النمر ثورة ضدكم، وسيسقط عروشكم إن شاء الله.